أكد عضو اللجنة الفنية للحوار الوطني صلاح الصيادي تعليق الجنوبيين لعضويتهم في اللجنة الفنية للحوار الوطني احتجاجاً على اعتراض حزب الإصلاح على تصريحات قيادة اللجنة الرافضة لحملة الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية بمحافظة عدن بحق ناشطين جنوبيين وعلماء دين. الصيادي وفي تصريح لوكالة خبر أشار إلى أن لجنة الحوار اعترضت على حملة الاعتقالات وفعالية حزب الإصلاح خوفاً من سفك الدماء، إلا أن حزب الإصلاح اعترض على ذلك الأمر الذي أدى إلى تعليق الجنوبيين لعضويتهم في اللجنة.